دونك بغيت نشكركم بعدا على هذا الصبر هذا، وان شاء الله هذه الليله هذه غادي نوريكم ان شاء الله بالنسبه لا فورماسيون ديال لا سوسيتي لاول مره غدير فيا هذه لا فيديو كونفيرونس. من هذه لا فورماسيون هذه هي باش اننا ننجحوا كاملين ونتعاونوا كاملين، لا لبعيد ولا لقريب، انه ياخذ لا فورماسيون ديالو اقرب وقت وياخذ لوتونومي ديالو باش نمشيو بلونجاج واحد وبهضره واحده. يعني احسن حاجه يكون عندنا يعني واحد القوه، يعني نتحدوا مجموعين ومنها نكونوا ديجا ناجحين هاد مع لا سوسيتي شوب اندوين. دونك كما كتعرفوا بان شوب اندوين الحمد لله يعني كيف كان الديماراج ديالها الحمد لله كان مزيان، يعني تبارك الله في ظرف شهر تحقق انك يكون تقريبا اكثر من 300 بارتنير في العالم في المغرب كامل عفوا. وهذا الشيء بفضل بيان سور المجهودات ديالكم، المجهودات ديال الناس اللي ساهرين على هذه الاكتيفيتي هذه بالنسبه للسي كمال والسي امين. وان شاء الله اليوم غادي تاخذوا احسن حاجه اللي هو ليسونسييل في الاكتيفيتي، كيفاش انكم توصلوا الناس، شنو هما الاسئله المطروحه اللي كتطرحوا بليكم بزاف، بالنسبه لاهم حاجه شنو بارتنير، شنو خصني نعرف ندير، شنو اللي عليه وشنو اللي ماشي عليه. دونك الصوت ديما كتوصلوا به كلشي واضح. كتسمعني؟ دونك على بركة الله. دونك أول حاجة غادي نوصلها لكم دابا ونوريكم، غادي نعطيكم جوج حوايج دابا، كاين جوج الحوايج غنوريكم اليوم. أول حاجة غنوريكم لا بريزونطاسيون اللي كيف أول مرة كيفاش كتشرح، يعني غندير نردكم كيف كوم دي زانفيتي، يعني كا على اساس ماشي دي بارتنير، ولكن غادي نحاول نوصل لكم فورماسيون ديال لو بروجي كيفاش كيتوصل. وثاني حاجه اخرى غنوريكم كيفاش مانيبيلي في لو سيت، كاين الناس اللي كيتخيدو ما كيعرفوش كيفاش مانيبيلي في لو سيت، شنو خصتي يدير، شنو خصتي تدخل لي زانفورماسيون اللي خصتي تدخلهم، كيفاش يدوموندي لو تري، فوقاش. دونك هاد المسائل كامله غادي نوريها لكم ان شاء الله. دونك اول حاجه غنوريها لكم بالنسبه لا بريزونطاسيون ديال لا سوسيتي. دونك كنعرفو بالنسبه للشركه تاسست في شهر 7 2015. دونك دونك اللي اسسوها تبارك الله ديجا عندهم درايه في هذا الدومين هذا اللي هو معروف بالتسويق الشبكي ولا الماركتينغ ريلاسيونيل ولا الماركتينغ دو ريزو. الماركتينغ دو ريزو كما كتعرفوا دابا في العالم كامل ولا كيتفرع بزاف، يعني بزاف ديال التخصصات حاليا في المغرب اللي هو الدومين اللي ناجح بزاف هو ما يسمى بالمساهمة التضامنية ولا اونتر بارونتيز سي لانفيستيسمون ولا استثمار. دونك من الأحسن أن نتفادوا هذه التسمية ديال الاستثمار، من الأحسن نقولوا مساهمة تضامنية بالنسبة للشركة، ماشي بواط فينونسي، مي شركة اللي كوميرسياليزاسيون ديال لي برودوي دي فيتمون بري ابورتي بالنسبة للبنات والدراري. دونك هذه أهم حاجة خصكم تعرفوها، لا سوسيتي إني با أن أورغانيزم فينونسي، مي هي شركة اللي عندها تجارة ديالها في المبيعات بالنسبة للملابس الجاهزة بالنسبة للنساء والرجال. هذه أهم حاجة خصك تعرفوها. بالنسبة للشركة كما كتعرفوا بأنها تأسست في الداخلة، علاش؟ بالنسبة لنا أننا باش من الدولة باش يكون واحد الإعفاء من الضريبة ديالنا، يعني من المداخل ديالنا كتعطيو من الشركة، وتا بالنسبة للشركة باش ما تخلصش لي زامبو. دونك فكروا، يعني شافوا بالنسبة للشركات القدام اللي تأسطالو في الرباط وكذا، ولكن ضروري كيحطوا على لي بارتنير باش يخلصوا الضريبة. حنا ديجا فكروا فينا باننا ما نخلطوش الضريبه، دونك الى اجل مسمى، يعني ما بقاش نعرفوا وقاش اننا نقدر نخلصوا الضريبه، المهم حاليا ما كنخلصوا لا ضريبه لا والو. دونك الشركه لو سياج ديالها الفرع ديالها فين دات في الرباط، دونك ديجا الدراري بداو في البيرو اللي كاين في اكدال، مي ان شاء الله من هاد الشهر هذا البيرو جديد راه كاين في لوسيون، يعني حداق تقريبا باب الحد، يعني في شارع المقاومه. دونك شركة تما دونك دات البيرو ديالها اللي يكون ان ستاف اللي يكون خدام تما على سهر هاد البروجي هذا. وتاني حاجة اللي يكون أي استشارة قانونية ولا أي استشارة من ناحية ديال لي غينيو مع لي فونداتور، دونك نقدرو نمشيو لهداك السياج باش نقدرو نتكلمو مع لي فونداتور. دونك ولكن ديما الحمد لله كاينين دي ليدر ديال ليكيب، تبارك الله أي حاجة كتبغيو كتستشرو فيها كتلقاوها موجودة. دونك هادشي بفضل بيان سور المجهودات اللي كيديرهم الدراري. دونك الشركة بالنسبة لشوب اندوين عندها
ثلاثة ديال لي زاكتيفيتي برينسيبال. دونك اول حاجة ما يسمى بالمساهمة التضامنية اللي هي كونتريبيسيون بارتيسيباتيف ولا مساهمة تشاركية. شنو هذا الموديل هذا ديال هاد كونتريبيسيون؟ هو ساهل بان الشركة عندها واحد ليدي، عندها واحد لو بلون داكسيون وباغا تطور هذا المنتوج هذا. كيفاش غادي تطوره؟ بيان سور كتحاول انها دير ابل دوفر، سيتادير كدير واحد ابل دوفر بالنسبة للناس في المغرب اللي عنده مثلا واحد شويه ديال راس المال وباغي يساهم مع الشركه في الربح ديالها. الشركه شنو كدير؟ انك تطور هذاك المنتوج ديالها باش كدير تقاسم الارباح ديالها كل نهار، فيما كنعرفوا بان الشركه تشوف ان كتخلصنا في الايام ما عدا الحد والايام ديال العيد. وان شاء الله مستقبلا ملي غيكون ان شاء الله بوان دي فون الشركه ان شاء الله غادي تفتح لنا حتى الحد باش نبقى نتخلصوا فيه ان شاء الله. كما كنعرفوا المجال الثاني كتخدم عليه الشركه هو المزاد. دونك الشركه ديجا كان عندها سيت فيه المزاد عن طريق الانترنت، اللي هو هذا المزاد كيفتح لنا واحد المجال ان ناخذوا المنتوجات بناقص 90% من الثمن الاصل ديالو. يعني كاينه واحد المحاوله باش انا نقدر نربح هذوك لو برودوي بناقص 90% ولكن نكون انا باغي هذوك لو برودوي. يعني عندي اختيار، سواء غادي ناخذ ناقص 90% عن طريق المزاد، سواء غادي ناخذ بالثمن ديالو. بالنسبه لاكتيفيتي الثالثه دونك قبل ما ندوز ليها، دونك لي زونشير، دونك كما قلت لكم السيت القديم ديجا كان، والشركه ان شاء الله من هنا ان شاء الله لاخر الشهر غادي تبدا بلي زونشير ديال لي برودوي. بيان سور غادي دير لي تيست قبل ما تلونسي لونشير، وهذاك الساعات ان شاء الله باش حنايا هذوك لي بيت اللي غادي ناخذهم مع الشركه باش نقدر نستافدوا منهم المزاد. وكما شفتوا الفيديو يلا دابا تقريبا باش تبارطاج هادي تقريبا شي 3 جوغ ولا 2 جوغ. يعني الشركه كتحاول انها باش دير لا بوبليسيتي وتشهر هذاك الدومين ديال المزاد تاع الانترنت باش الناس كاملين يكون عندهم المحاوله انه يستافدوا من البرودوي بناقص 90% من الثمن ديالها. بالنسبه للام ال ام، الام ال ام كما كنعرفوا هو الماركتينغ ليفل، ماركتينغ ليفل ملتي نيفو ولا ملتي نيفو ليفل ماركتينغ. دونك هذه اهم حاجه اللي خصني نوصلها لكم بالنسبه لهذا الدومين ديال الماركتينغ دو ريزو. هو مجال معروف كما كتخدم به شركات اخرين بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، يعني كيحاول انه يكبر الريزو ديالو، يعني فيه فلوس ولكن ندير واحد المجهود جبار باش نقدر الفلوس. باغ كونطخ المساهمه التضامنيه فيها جوج حوايج، سواء انني كنانفيستي بواحد الفلوس اللي كتخدم عليا هذوك الفلوس، سواء انني كنكبر واحد المجموعه ومن طون كنربح معاها هذوك الفلوس. دونك حاجه اخرى اللي غادي نزيد نشرح لكم المساهمه التضامنيه كما شرحت لكم. دونك لا سوسيتي يعني كريات واحد لا مارك اللي دات لها التحفيظ ديالها سميتها اس دبليو ليفين مود. دونك ان شاء الله مستقبلا غتشوفوا اي حوايج ديال الشركه، سواء جين سواء دي شوميز سواء دي بونتالون سواء بزاف ديال الحوايج غادي يكونوا، دونك غيكونوا باسم اس دبليو ليفين مود. هادي تكريات اخوان تكريات في شهر 12 2015 دونك من شوب اندوين. دونك ان شاء الله باش تولي دي بوان دو فونت مستقبلا ان شاء الله غادي يبداو بالرباط، من بعد غادي يديروا ليكستونسيون وغادي ان شاء الله يوسعوا البروجي ان شاء الله في مونكوبا. دونك الهدف ديالنا مع الشركه شنو هو؟ الهدف ديالنا انا مع الشركه اننا نساهموا معها باش تطور المنتوج ديالها. شنو خاصها دير؟ دونك الشركه كتاخذ تو يعني لا ماتيغ بروميير وكتخرج دي موديل بيان سو، كدير سميتو الترونسبور وكدير لا سو تريتونس في لوزين، يعني كاين دي وزين اللي كتعمل معاهم الشركه. وان فوا كتخرج دي برودوي ان شاء الله اللي كيما شفتوهم في لاباج ديال لا سوسيتي لاباج اوفيسيال ديال شوب اندوين. دونك لي برودوي غادي يخرجوا ان شاء الله هاد لا سيمين هادي ان شاء الله يديروا في الباك اوفيس. دونك حاليا لا سوسيتي تاع لي برودوي كتبيع عن طريق الريزو وعن طريق ان شاء الله غيكون بيت اي كوميرس ديال الشركه اللي هو غيكون حتى هو www.sw-6livingmode.com. دونك هاد لو سيت ان شاء الله حتى هو غيكون ارتيكل كما كتشوفوا كتدخلوا لي سيت ديال لي فرانشيز بحال زارا بحال بلا ما نذكر الاسماء ديالهم كتلقاو دي زارتيكل ديال البنات والدراري. حتى الشركه ان شاء الله اللي غادي دير واحد المنتوجات زوينه وبالثمن ثمن يعني مناسب لكل شيء وكاينه اون ميم طون كاينه الجوده. دونك بالنسبه للبوان دو فونت، لو بوان دو فونت ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله في يعني قبل لو رمضان غادي يكون واحد بوان دو فونت في الرباط ان شاء الله اللي يكون اي واحد ممكن يمشي يخد هذوك لو برودوي. وحكيت كما كتعرفوا بان لي بارتنير ولا الاعضاء اللي داخلين شوب اندوين عندهم نسبه ديال ناقص 10% ديال اللي هي يقدر ياخذ بها منتوجات خاصه ليه.
كما بالنسبه اللي بغيت نوصلوا لكم بان اللي كان عندكم شي اسئله ولا شي حاجه نخليهم هما الاخرين باش ان شاء الله كل واحد غنجاوبو على السؤال ديالو. دونك من احسن دونك اون فوا نكمل لا بريزونطاسيون هذاك الساعات ان شاء الله ندوز لكم لا دوزيام بارتي ديال لو سيت، ومن بعد لك عندكم شي كيسيونمون مرحبا. دونك كما قلت لكم حنا مع الشركه دونك كتبيع لو برودوي حاليا عن طريق الريزو، يعني عن طريق لاكتيفاسيون ديال 530. دونك هذا هو لو شيفر دافير ديال الشركه حاليا، وان شاء الله غيكون لو سيت اي كوميرس ديال الشركه ان شاء الله في هذا لو موا هذا في لا فان دي موا ديجا غتوجد لا بلاتفورم ديال لو سيت باش يدخلوا فيه لو برودوي ان شاء الله. وكاين ان شاء الله بالنسبه لو بوان دو فون، لو بوان دو فون غيكون ان شاء الله قبل او بلو تا قبل من لو موا دو رمضان باش ان شاء الله الشركه توسع المبيعات ديالها. بالنسبه لي بار، بالنسبه لي بار دونك كتسمعوني مزيان؟ دونك كتسمعوني؟ سي بون. دونك بالنسبه لي بار دونك الهدف ديالنا مع الشركه باش نكونوا واقعيين مع الشركه، كل شيء كيفكر في الربح. دونك اللي داخل مع الشركه اهم حاجه عنده يعني تيقول لك شنو غنربح. دونك هنا لا استراتيجي ديال لا سوسيتي ديجا عطاتك واحد الطريقه باش انك تربح معاها. كيفاش؟ هو كاينين واحد لي باك، وكل باك عنده الخصوصيات ديالو. بالنسبه للباك ا عندك لا باك كدير ب 100 درهم وكتخليك ترباح ديال 120%، يعني 120% داخله فيها 100 درهم ديالك، يعني كترد 100 درهم ديالك زائد 20% ديال الارباح. ولكن الباك ا كيسمح ليا انني نشري 50 سهم. دونك 50 سهم بالنسبه للباك ا، 50 سهم بالنسبه للباك 2، بالنسبه للباك 3 حتى هو كذلك، بالنسبه للباك 4 حتى هو 50 سهم، الباك 5 حتى هو 50 سهم، ولكن باك 6 انا فيني نقدر نشري شحال ما بغيت. ولكن حنا كنا كنبداو من الباك الاول اللي هو ديال كيدير القيمه ديالو ديال 100 درهم اللي عندي فيه الربح ديالو ديال 120%. دونك هذا بالنسبه لي باك اللي كنربحو مع الشركه. دونك عندي 120% واللي ان شاء الله لا طورت ودرت الغشه ديال المساهمه التضامنيه مع الشركه عاود شريت، دونك نقدر نوصل ان شاء الله حتى 150% ربح، ولكن السهم تيولي عندي ب 800 درهم. دونك كل واحد شحال كيبغي يدخل، كاين اللي كيشري باك 1 كامل 50 ب 5000 درهم، كاين اللي كيبغي يشري باك 1 وباك 2 كيشري مثلا ب 15000 درهم، اللي بغي يشري ثلاثه ديال لي باك 1 و 2 و 3 كيشري ب 30000 درهم. وكما كتشوف الحمد لله مع الديماراج الشركه البورسونتاج ديالها كما كتشوفوا يعني كيتراوح، كاين واحد لا مويان اللي كنقولوا للناس بان كاين 0.5% حتى 4%، ولكن خصكم تقولوا سولون لو شيفر دافير ديال الشركه. الشركه كما قلت لكم سي باز ان اورغانيزم فينونسي، مي الشركه اللي كتحاول ان تنتج ديالها باش كتخلص الناس اللي هما. والحمد لله كما كتشوفوا دابا ديما البورسونتاج يعني ما طحناش على 0.5 وما طلعناش على يعني الحمد لله طالعين، يعني من 1% حتى 2.5% حتى 2.6%. وهذه اهم حاجه مع الشركه الحمد لله، يعني اللي مزيان ليسونسيال اللي في هاد لي باك هو ان اي باك كنشري، شريت 50 في الباك 1 وفي الباك 2 شريت 50 وفي الباك 3 شريت 50، اي فوا كنرد 6000 درهم ديالي في الباك 1 يعني شريت دخلت ب 5000 درهم ورديت فيها 6000 درهم، ضروري خصني نرجع نشري في الباك 1 25 سهم اكتيف باش نقدر نكمل الشراء بالنسبه للباك الاخرين سواء باك 4 ولا باك 5. دونك اهم حاجه خصني نديرها هو انني نخلي في البار اكتيف، دونك نخلي بان هاد لي باك ديال 50 بار انه اون فوا يكمل 120% خصني نخلي فيه 25 باك اكتيف، حتى بالنسبه للباك 2 حتى بالنسبه للباك 3. دونك كيما سمعت هنا كيقول لك بان كاين مشكل ديال الصوت، ما كاينش مشكل ديال الصوت سي احمد بن موسى من فاس، واش كتسمعنا؟ كتسمعني؟ كتسمعو؟ سي بون. دونك هنايا كيما شرحت لكم بالنسبه لباك 1 باك 2 باك 3، دونك كل حاجه عندها ارباح ديالها، ولكن يعني باش نكمل انايا النشا ديال لي زوتر باك ضروري كنرجع باش نخلي 25 باك اكتيف في كل باك، ماشي يدل على انني غنخلي هذيك 25 باك
نحطها مي كنربح فيها حتى هي 120%. الا شريتها في الباك ديال 25 باك ربح فيها 130%، وبالنسبه بالنسبه للباك 3 حتى هو 135%. وان تو دي سويت، يعني كل باك كنخلي فيه 25 بار اكتيف، وكيخلي النسبه ديال الارباح من 100% حتى ل 145%. دونك هذا بالنسبه للباك، بالنسبه لاي واحد تبغي يشرح لكم شو هما لي باك، يقول لي عندنا لو كان من 120% حتى ل 150%، تقدر تاخذ من الباك ا حتى الباك 6، عندك الاختيار. دونك علاش الشركه انها، وبالنسبه لها تلاحظوا بان الباك ان ما عمر ما غادي ينزل البورسونتاج ديالو، حيت هو اول باك كنبداو به. دونك كل واحد كيشري الباك ان ديما غيكون البورسونتاج ديالو كبير، داكوغ. دونك البورسونتاج كيتقسم كل نهار ما عدا الايام الحد والايام ديال العيد، والبورسونتاج كيتقسم بين ما بين 10 الليل حتى ل 1 الليل، داكوغ. دونك هادي اهم حاجه بالنسبه ل... بالنسبه ل... يعني لا موين كيما يقولوا الناس اونتر 0.5% 4%، تقدر تجي اكثر وتقدر تجي اقل. دونك حنا كنقولوا بالنسبه لا موين اونتر 0.5% حتى ل 4%. دونك مع الناس يعني شنو هو الشرط الوحيد اللي خصني كنتوفرو، هو انني خصني ندير لاكتيفاسيون، يعني قبل ما انني ندير مساهمة تضامنية مع الشركة خصني ضروري انني ندير اشا ديال لاكتيفاسيون ب 530. كيف ما كنعرفو هاد 530 ماشي كنصدقوها، راه كناخدوها ارتيكل اللي كنتسناو من الشركة دابا حاليا، وكل واحد فينا عنده ارتيكل وعنده ام بي اس كيستناها من الشركة. دابا حاليا غادي يكونوا 6 ديال لي زارتيكل ولا 5 ديال لي زارتيكل ديال الدراري، وبالنسبه للبنات حتى هما عندهم 5 ديال لي زارتيكل. دونك اي واحد يقدر يختار اي ارتيكل اللي بغا، وماشي ضروري ياخذ هذيك الساعات، يقدر تتسنى تدخل شي ارتيكل وحده اخرى وياخذها. كاين هذيك القضيه ديال الكوميل، نقدر نتسنى الارتيكل الاولى والثانيه وناخذهم ونجمعهم بجوج، ماشي مشكل. دونك الشركه ما كتفرضش عليك تاخذ اي ارتيكل اللي عطاتك هي، انت عندك اختيار تختار اي ارتيكل اللي بغيتي. بيان سور هادشي بدا منو كادر ديال كاتالوج ولا لي زارتيكل اللي خاصين بالباك داكتيفاسيون. بيان سور عاطيني الشركه لي بيت، شنو هاد لي بيت؟ هاد لي بيت كتعطيني محاوله انني ندخل للمزاد. دونك بزاف ديال الناس ما كيعرفوش شنو هي هاد الكلمه ديال البيت. دونك مع الشركه تقدر عندك 100 بيت نجمعها واحد المده وناخذ بها مثلا واحد البرودوي اللي نقدر نتزايد عليه. مثلا في ظرف عام جمعت 600 بيت، واحد الريحه ولا واحد مثلا شي حاجه كدير القيمه ديال 600 ديال 600 درهم، نقدر نزيد عليها، نقدر نديها بناقص 900. الا حطيت عليها 600 بيت غادي ناخذها بالثمن ديالها. دونك سواء كناخذ بناقص 90%، سواء ديك 600 بيت كتساوي 600 درهم وكناخذ بها لو برودوي ديال 600 درهم. سينو كاين شي برودوي ديال 1000 درهم وتزيدت عليه ب 600 بيت، دونك كنزيد لا ديفيرونس الفرق ديال 400 درهم باش كناخد هذاك البرودوي. دونك لي برودوي كدير الشركه يقدر يكون التلفازات، تقدر تكون تريحات، تقدر يكونوا دي مونتر، يقدر يكون لي برودوي الكتروميناجي، يقدر يكونوا ديال الغازوار، يكونوا بزاف ديال لي برودوي اللي كتجيبهم الشركه وكتحطهم في المزاد لاي واحد عنده لا بغاهم بيان سور باش ياخذوا بناقص 90%. شي ما ياخذهمش بناقص 90% كياخذوا الثمن الاصل ديالو. دونك هذا مهم. بالنسبه لهنا لا ماتريس الريزو، دونك كما كتعرفوا الريزو عندي بريمير نيفو كندخل 4 ديال الناس، ولكن هادشي ماشي كيقول لك انني ندخل غير 4، من ندخل الافين ديال الناس. دونك غير هادوك 4 الاول اللي كنحطهم، اللي بقى ديال الباغيناج ديريكت اللي كيدخل عندي كيدخل في لو ريزو ديالي. دونك غادي يدخلوا في الدوزيام جينيراسيون اللي فيه 16 واحد، يقدروا يدخلوا في التروزيام نيفو اللي فيه 64 واحد، ولكن كتختلف يعني الارباح ولا لي كوميسيون ديال كل جينيراسيون. بالنسبه للجينيراسيون الاولى عندي 15 درهم على كل واحد، وبالنسبه للجينيراسيون الثانيه عندي 50 درهم، وبالنسبه بيان سور التروزيام جينيراسيون 30 درهم حتى التيام جينيراسيون. دونك الشركه ماشي سيستم هرمي ولا بيراميد، دونك حنايا كل واحد فينا عنده يقدر يربح حتى المستوى الثامن من الاجيال مع الشركه. هذا بالنسبه للاكتيف اللول ديال كل واحد اللي كيديرو في شهرين. دونك اول اكتيفاسيون كنتخلص عليها في هاد الطابلو هذا، ولكن في الدوزيام اكتيف، دونك الدوزيام اكتيف
مثلا دخلت انا، مثلا دخلت معايا خمسه ديال الناس، دونك فلاكشي في الاول اربعه الاولى كنت خرج عليهم 15 درهم، ولكن الخامس اللي دخل عندي في الدوزيام جينيراسيون كنت خلص عليه 50 درهم، ولكن في الدوزيام اكتيف الشركه كتخلصني على خمسه ديال الناس اللي دخلتهم بالاسم ديالي كنت خلص عليهم 50 درهم. دونك حتى بالنسبه للجيل الثاني اللي قيدوهم على خمسه ديال الناس كنت خلص عليهم 15 درهم، وكذلك بالنسبه ل 30 درهم. يعني كما كتشوفوا هنا كاين اختلاف ما بين 15 درهم 50 درهم، هنا كتشوفوا بالبريمي اكتيف 15 درهم على البريمي جينيراسيون و50 درهم على الدوزيام جينيراسيون. باغ كونتخ في الجيل بيان سو فلاكتيف الثاني ولا الثالث ولا الرابع كنبدا نتخلص 50 درهم على الجيل الاول و15 درهم على الجيل الثاني. دونك بالنسبه للجينيراسيون كنتخلص على مساهمة تضامنية كنتخلص 10% على لا بروميير جينيراسيون ديالي، واخا تكون الام فيني ديال الناس ندخلو معايا كنتخلص 10%، ماشي مرة واحدة مي تم كيشري مرة اخرى في مساهمة تضامنية كناخد 10% من لو كاع. بالنسبة للجيل الثاني كناخد 5%، بالنسبة للجيل الثالث كناخد 2%، وبالنسبة للجيل الرابع كناخد 1%. هنا الشركة هنا كدير يعني بالنسبة لغيديكسيون ديال 10% روميز ريزيرفي او بارتنير شوب اند وين. هنا بالنسبة للأعضاء اللي باغي يتقدى، يعني ماشي بورسونتاج اللي كتفرق في الريزو، هذا أي واحد باغي يتقدى شي حاجة ليه هو عنده ناقص 10% دو غيديكسيون. هنا خص تفهمو، هنا بالنسبة للشركة راه كدير لافون ديال ليفيتمون، سي غيان افوار مع لو برودوي. لو برودوي بيان سور لو برودوي كوزميتيك ولا برودوي اي حاجه كومبليمون اليمونتير ولا اي برودوي ما عنده علاقه بلا فونت ديال لي فيتمون. هذا بالنسبه لي فيتمون صافي بارتي ديال لا كونسوماسيون كوتيديان. باغ كونتخ لو برودوي كوزميتيك بيان سور كيكون لو بوزوان على حساب كل واحد. هنا لا حوايج اصلا كاين الناس اللي مولوعين بانهم يشرو حوايج كل نهار ولا كل شهر ضروري خصو يتقداو شي حاجه. دونك بالنسبه للناس الا الشركه الحمد لله غادي تخدم على لا كاليتي وغتخدم على لو بري بيان سور غيكون مناسب للجميع، اللي غتكون فيه ناقص 10% دو ريديكسيون. دونك يقدر مثلا الحوايج ما غيتفوتوش ما بين 150 درهم حتى 200 درهم، سواء كان جين ولا شيميز ولا بولو ولا كولفي ولا بزاف ديال زارتيكل. باغ كونتخ الا كان شي جاكيت ولا شي صباط غادي يكونوا ما غيديباسيوش اكثر من 250 درهم. دونك بالنسبه للتشالنج، دونك التشالنج مع الشركه كتقول لك يعني الا كان عندك 100 بارتنير اكتيف، دونك 100 بارتنير اكتيف كيفاش اكتيف يعني كيديروا 530 كل شهرين. دونك هذوك الناس واخا تقيد واحد معاك وتحت منه دخلت 93 واحد كيتحسب عندك 100 اكتيف. دونك 100 اكتيف هذوك الشركه كتعطيك تليفون ديال اخر جينيراسيون. دونك 100 بارتنير اكتيف كتاخد ان سمارت فون دو ليكس دو ديرنيير جينيراسيون. دونك بالنسبه للتشالنج الثاني، دونك خصني يكون عندي 200 بارتنير اكتيف. دونك هنا كناخد فواياج لتركيا فيها دو بيرسون فيها بي دافيون و اوتيل اون سيمان. دونك كتسمعني مزيان؟ دونك كلشي كيسمعني سي بون. دونك هنايا الا بغيت نجيب تشالنج نجيب تشالنج في عام واحد، دونك دي تشالنج نجيبهم في عام واحد خصني نجيب 300. دونك 100 تشالنج الاول و 200 تشالنج ثاني، دونك خصني 300. دونك 300 هي انني غادي نربح التشالنج الاول والتشالنج الثاني. دونك مثلا فهاد الشهر 300 شهر جوج، دونك خصني من هنا شهر جوج 2017 خصها تكون تبقى عندي ديما 300 باش نقدر ناخذ هاد لي دو تشانل. بالنسبه ل 500 بارتنير عندي 50000 درهم، بالنسبه ل 1000 بارتنير عندي 100000 درهم، بالنسبه ل 2000 بارتنير عندي 200000 بيان سو كناخذ بها طوموبيل، وبالنسبه ل 400000 بارتنير كناخذ بها حتى هي طوموبيل. دونك سي اوبليغاتوار كتكون بون داشا ديال الطوموبيل باش كناخدها مع الشركه. دونك هنا كيف ما شفتوا بالنسبه للبريزونطاسيون راه ماشي شي حاجه صعيبه، دونك اي واحد يقدر يوصل لها بطريقه ديالو، ولكن ما يزيد ما ينقص داكشي اللي عنده يقولو.
واي حاجه ما فهمهاش ما كاين احسن انه يستشر مع البارون ديالو، يعيطو في التليفون يقول لك فوالا شي انفورماسيون ناقصه عندي ولا شي حاجه ماشي هي هذيك ما فهمهاش، يوضح عليك باش تقدر توصل الانفورماسيون. عندكم توصلوا شي فورماسيون راه كيقول لك اللي كيفشل مع الشركه جوج حوايج، سواء عنده نقص معلومه سواء عنده معلومه غلط. دونك احسن حاجه باش ما نفشلوش هو اننا نوضحوا شي كيف ما هو داكشي كيف ما كيتقال. نقدر اي واحد فيكم يديفلوبي هاد لا بريزونطاسيون، ولكن يبقى داكشي محتفظ داكشي اللي كاين مكتوب، واي حاجه كانت مختلفه راه غادي نعلمكم بها، واي حاجه كانت جديده غادي نعلمكم بها. دونك كيما عفوا دونك كيما شفتو هنايا بالنسبه لا بريزونطاسيون، دونك لا بريزونطاسيون ديال لا سوسيتي على حساب لي تشالنج. دونك ان شاء الله دابا غادي نوريكم مانيبيلاسيون ديال لو سيت. دونك انا غنوريكم في لا بريزونطاسيون ديال لو سيت دابا، بقاو معايا. دونك اول حاجه غادي نشرح لكم هنا، دونك كل واحد فيكم غادي نوضح له شي معلومات على لو سيت كيفاش غادي مانيبيلي وكيفاش نخدموا به. دونك اهم حاجه غادي نوضحها لكم. دونك بيان سور كيما شفتوا الحمد لله الانترفاس جديد ديال الشركه، دونك الانترفاس جديد اللي هي لا ديرنيير بروغراماسيون اللي دارت لا سوسيتي، وكاين يعني الحمد لله يعني فوقات هذا لو سيت هذا، وخفيف ماشي شي حاجه اللي هي ثقيله، دونك اي واحد يقدر يدخل. دونك اوتوماتيكمون كندخل مون كونت، كندخل لو سيت ديال shop-sysandwin.com، وكندخل لا كونتريبيسيون بارتيسيباسيون، كندخل لوغين ديالي و المود باس. بيان سور هنايا كيما كتلاحظوا كاين لو تابلو دو بور. دونك لو تابلو دو بور خصنا نفهمو. دونك اول حاجه انفورماسيون كنشوف لو ستاتي ديالي واش اكتيف ولا اناكتيف. دونك اكتيف يعني سيتادي خلص 530 درهم ديالي. بالنسبه لي بالانس كما كتعرفوا مع الشركه الارباح ديالنا كتقسم 50% في البالونس الفوقاني و 50% في البالونس سي بي. البالونس الفوقاني هذاك البالونس كيصلح لي انني نخرج فلوسي واخا تكون عندي 500 درهم نخرج فلوسي، يعني اون فوا نوصل غير 500 درهم نقدر نخرج فلوسي، يعني اون سول فوا بار سيمين، يعني مره واحده في السيمانه نقدر نخرج فلوسي واخا تكون عندي غير 500 درهم. ولكن بالونس سي بي ضروري خصني نعاود نشري بها في المساهمة التضامنية. دونك هادي أول حاجة، ولا نقدر نشري بهم بجوج، نقدر نشري بالبالونس ونشري بالونس سي بي. هذا اللي باغي يكبر راس المال ديالو، يعني وصل مثلا كان تيربح مثلا 200 درهم في النهار، باغي يوصل مثلا 500 درهم، دونك ميمكنش يخرج 50% 50% غير ينفيستيها، ولكن ضروري خاصو يشري بهم بجوج. هادي أول حاجة. بالنسبة للبونيس ديال لاكتيف، عندك بونيس ديال لاكتيف اللي كنتخلصوا في لاكتيف خصهم ديال 530 على كل واجب كل واحد في لا جينيراسيون، لي بونيس كيطلعوا الفوق في لا بالونس، ما كيتقسموش على جوج بالونس 50% 50%، كيطلعوا في لا بالونس فوقاني ديال لي روتري اللي كنقدر ندوموندي فيه روتري ديالي باش لا سوسيتي كدير لو فيرمون في الكونت ديالي. دونك هادي اول حاجه. بالنسبه للو ريزو هنا ماتريس سيت بيان سور، دونك هنايا باش انا واخا سيسلاك، دونك سيسلاك هنايا باش نعاود نوضح لك مزيان. دونك هنايا بالنسبه للطابلو دو بور ديال كل واحد فينا، دونك كل واحد فينا عطاتو الشركه اللوغين ومود باس ديالو. دونك هنا كنشوفو الطابلو دو بور كاينه انفورماسيون كاينه بالونس كاين ريزو وكاين روتري. هنا انفورماسيون كاين ستاتيو، ستاتيو ديالي بانني اكتيف، دونك خلص 530، وهاديك 530 كيما كتشوفو هنايا معايا باش نوريكم قوم واحد اللحظة. فوالا دونك هنايا كاينة انفورماسيون، دونك كاينه انفورماسيون ستاتيو كيعطيك اكتيف. هنايا كتبان كتشوفو لتحت بان كاينه اكسبيراسيون دون 28 جوغ 28 يوم. هنا كل واحد فينا عنده 60 يوم،
60 يوم كالوندير، يعني 60 يوم كتبقى تنقص 60 50 حتى كتوصل للزيرو. وحاجه واحده اللي غادي نديدها لكم، مثلا بقات لي انا 5 ايام على لاكشيف، نقدر نمشي نخلص في هذيك 5 ايام، نخلص 530 درهم في لابونك. ولكن الشركه شنو كدير؟ راه ما كتاكشيفيش ليا في هذيك الساعات، واخا تاكشيفي هذيك الساعات تبقى لي هذيك 5 ايام اللي كدوز على لاكشيف القديم، وكتحسب ليا ابارتيغ اون فوا كيسالي هذيك 5 ايام عاد كيبدا لي لاكشيف جديد، واخا خلصته في هذاك النهار، واخا اكشيفيتو في هذاك النهار. دونك الشركه عطينا 60 يوم، يعني 60 يوم محسوبه. دونك كل واحد فينا عنده، واخا يخلص لاكشيف مثلا، خلص لاكشيف هاد الشهر وشهر جاي يخلص لاكشيف، كتبقى عندي دو موا حتى كيسالي لاكشيفاسيون ديالو الاول، عاد ممكن يخلص لاكشيف الثاني، عادي ممكن يبدا لاكشيف الثاني، وممكن كل واحد فينا يخلص لاكشيف ديال العام. لاكشيف ديال العام هو 3180 درهم، يعني يقدر يخلص ديال لاكشيف ديال العام، يخلص لاكشيف ديال شهرين، ديال 3 شهور، على حسب شحال ما بغى. دونك هنايا بالنسبه للشركه كنشوف لو ستاتي ديالي اكتيف على حسب الوقت، على حسب ليكسبيراسيون في هاد الايام اللي كتبان لي هنايا. بحال انا دابا عندي 28 يوم غادي يسالي لاكتيف ديالي. بالنسبه للبالونس، البالونس كيف ما شرحته، دونك كما قلت لكم بالنسبه ل 530 شاك دو موا، دونك شاك دو موا كنخلص 530، ولكن في لاكتيفاسيون ديال الاولى كندير 530، ومن بعد ملي كدوز 60 يوم، اين فوا كتسالي 60 يوم كندير 530 درهم فقط، وممكن نديرها قبل من 60 يوم، ولكن كتحسب ليا حتى كتسالي ديك 60 يوم الاولى عاد تبدا ليا لاكتيف الثاني ديالي خلص. حاجه اخرى في البالونس، البالونس كما قلت لكم عندي هذا البالونس الفوقاني خاص بلي غوتخي، نقدر نوصل 500 درهم، نخرج 500 درهم ديالي، والبالونس سي بي خصني ضروري 50% كنحاول ندير مساهمه واحده اخرى مع الشركه. على الشركه درت 50% 50% باش كتكون استمراريه، وباش ما عمر ما غيكونوا دي غوتاغ، ما عمر ما غادي تسمعوا بان الشركه راه ما نجحتش. الحمد لله 50% كتبين بانها غتكون استمراريه مع الشركه. هنايا لو غوتخي كما كتشوفوا اون اتونت الى كان زيرو، وبيي ديجا كتخلص على حساب، واخا تكون عندك 500 درهم ممكن تخرج. واعلى غوتخي كاين في السيمانه هو 20000 درهم، يعني كنخرج نخرج على الاقل 500 درهم، وعلى الاكثر ما غاديش نفوت 20000 درهم. بالنسبه لي بار اونكور 123، بالنسبه للتشالنج 230. هنايا كتشوفوا هنا استوريك دو كان، دونك انا كيبان لكم استوريك دو كان ديال السيمانه، دونك هذيك الاستوريك دو كان اللي فيه الريزو وفيه لي بار داكوغ. وكما كتشوفوا لتحت هنا كاين مون باك داكتيفاسيون، شنو هاد مون باك داكتيفاسيون؟ فوا نافي با اونكور شوازي فوتخ باك داكتيفاسيون، ان شاء الله اون فوا لا سوسيتي تدخل لو برودوي ولا لي زارتيكل ديال اس دبليو ليفينمون تدخلهم في لو سيت، في الباك اوفيس ديال كل واحد عنده الحق انه يدير كليكي ايسي ويختار اي ارتيكل اللي بغا، وهداك الساعات انا غادي نقول لكم فوقاش غتوصل لكم بالضبط، اون فوا كتكوموندي من بعد غنقول لكم كيفاش غتوصل لكم. دونك اون فوا كتوصل لكم هنايا كيوصل لك واحد لو كود، دو ليفريزون داكوغ. دونك لو كود دو ليفريزون هو كيوصل لكم عند الشركه بلا ما كتعيط لك الشركه ولا تمشي عندها، ديجا غتلقى في الباك اوفيس ديالك. انا غنوريكم بعد لو كود دو ليفريزون باش كتاخذو كتمشي دير الامانه، ولا الا كانت لا ليفريزون ا دوميسيل كتعطيها لهداك السيد اللي غادي يجيبها لك. بالنسبه هنايا لي باك، دونك هنايا كل واحد فينا كاين باك 1 باك 2. دونك الا كان عندكم شي كيسيون الاخوان نخليهم من احسن، ماشي مشكله سي سلاك ومرحبا. دونك ان شاء الله انفو نكمل غير لا بريزونطاسيون باش كلشي يقدر يشوف، واحد باش ان شاء الله في الاخر انا مخلي واحد لاكاز خاصه غير بلي كيسيون باش كل واحد فيكم يسولني ونقدر نجاوب على السؤال ديالو. مرحبا. دونك كما قلت لكم هنا لي باك، كاين باك 1 باك 2 وباك 3 كلهم فيهم 50 50 50 ما عدا فيه بيان سور يعني ان انفيني ديال لي باك. هنا كما كتشوفوا كيبان لكم لي باك اون كور و لي باك توتال ديال لي باك داكوغ. دونك هنايا كاين توتال ديال لي باك ديال لي زاشا ديال لي خدات لي خديت من عند لا سوسيتي ديال 129 باغ. دونك هنا كيما كتلاحظوا شريت مثلا باك 3 1 17 شهر 2 2016،
دونك 300 درهم. دونك شحال خصني نرد في هذيك 300 درهم؟ خصني نرد 405 درهم في ظرف يعني ما يزيد ما بين 50 يوم 60 يوم حتى 70 يوم، دونك على حسب لو كان اللي كيتقسم كل نهار. دونك انا اون فوا غنرد 405 درهم ما غيبقاش ستاتي اون مي غيولي تيرميني. الطاج اللي كيجي في النهار شنو كندير؟ جات مثلا 2% غنضربها 300 درهم ونقسمها على 100، ولا غندير 0.02 فوا 300 غيعطيني واحد لو بورسونتاج مثلا 6 درهم، وغادي تكتب لي 6 درهم على 405. نهار كتولي 405 درهم على 405 درهم صافي كتكتب لي في ستاتي بانه تيرميني، صافي رديت بالنسبه رديت هذيك الفلوس اللي ديال لاباغ اللي دخلت بها نهار الاول. هنا كما كتشوفوا لو ريزو، دونك لو ريزو هنايا هنا بالنسبه لو ريزو سي بي يعني دي كونتريبيسيون بارتيسيباتيف ديال المساهمه التضامنيه، يعني كيبان لك عندك في لا لارجور يعني الباريناج لانفيني، ولكن كنا محدودين في البروفوندور في الويتيام جينيراسيون ولا في الثامن الاجيال. داكوغ دونك بالنسبه لهذا هو هذا هو السيستيم ديال لا كونتريبيسيون بارتيسيباتيف، نقدر ندخل شحال ما بغيت، ولكن بيان سور عندي البلافون البروفوندور ديال ويتيام جينيراسيون. بالنسبه لا ماتريس ديال بريميا اكشيف، عندنا ماتريس ديال 4 فوا 8 دونك نبارين 4 وكيولي عندي 16 في الدوزيام جينيراسيون 64 256 ان تو دي سويت. دونك كنبقى مباريني وهذوك الناس اللي كيتباريناو كيديبورداو عندي في لو ريزو ديالي على حساب لي جينيراسيون. داكوغ دونك كلشي كيسمعني مزيان؟ سي بن موسى محمد ما كيسمعش؟ دونك كلشي كيسمعني؟ سي بون داكوغ. دونك اهم حاجه اللي غادي نشرح لكم هنا، هنا كيبان لكم في لا بالونس. دونك هنا واحد الحاجه مهمه خصني نوضحها لكم. دونك هنايا كتبان لا بالونس كما قلت لكم، لا بالونس الفوقانيه هي اللي نقدر نخرج. دونك لا بالونس الفوقانيه كنخرجها ان فوا كتوصل 500 درهم. دونك كندير اجوتي، لاحظوا هنا كتبان لكم واحد اجوتي، ان فوا كدير اجوتي كيخرج ليا واحد لي كوردوني. الشركه باش نقدروا حنا نوصلوا فلوسنا في الكونت ديالنا، الا كان عندنا البي ام سي او يعني دومونديت واحد الروت نهار الاثنين قبل 12 الليل، ثلاث ولا الاربع اللي عنده البي ام سي كيوصل له اما ثلاث ولا الاربع، ولكن اللي عنده بنك واحده اخرى عنده 48 ساعه، اما خميس ولا الجمعه كتوصل له، حتى اللي كتوصل له 24 ساعه كتوصل له 48 ساعه. المهم 48 ساعه كتشدها البنكه وكتدورها ومن بعد كتصيفطها لي زوتر بنك. دونك حاجه مهمه باش نتوصلوا فلوسنا، كاين الناس اللي صيفطوا النيميرو صيفطوا لو ريب سكاني مصورينو ومصيفطينو في لادريس ديال ريب اروباس شوب اند وين بوان كوم، وما طاباوش هنايا لو ريب اي لا بانك. دونك قبل ما تصيفط هذاك لو ريب باش تفاليدي ديك لا سوسيتي لو ريب ديالك ولا اتيستاسيون دو ريب ولا هذاك لو ريب دو ريب، خصك ضروري تمونسيوني لو ريب ديالك في هاد لاكاز هادي، ودير لو نون ديال لا بانك ديالك، ودير تيتولير دو كونت شنو السميه ديالك، وكتفاليدي ومن كتصيفط لاتيستاسيون دو ريب كتصورها وكتصيفطها في لادريس ديال الريب اروباس شوب تيغي سي اندوين بوان كوم، باش لا سوسيتي اون فوا كتشوف لو ريب اللي كتبتي زائد هذاك اللي مصورو كيشبه الاخر باش تقدر تفاليدي لك. يعني كاين الناس اللي صيفطوا لاتيستاسيون دو ريب وباقي ما كتبوش لو ريب ديالهم، دونك احسن حاجه كتبوا لو ريب وكتبوا لا بونك ديالكم وصوروا هذيك اتيستاسيون دو ريب ولا هذيك غولف بونكير راه كتلقى لكم، كتصوروا بلو نون ديالك ولا برينو وكتصيفطوا لا سوسيتي في لادريس، من بعد عندك الساعات دوموندي تيتر تري راه غادي يوصل لك في لو كونت ديالك بلا قطاعات بلا حتى شي حاجه. دونك هادي اهم حاجه الله يخليكم باش نتوما تفهموا شنو كاين، باش كيفاش توصلوا الناس باش يتوصلوا الفلوس ديالهم باش ما يكون حتى شي غلط. احسن حاجه يموصلوني لو ريب ديالو اللي فيه تقريبا 24 نيميرو ولا بونك، ويدير تيتولير دو كونت السميه ديالو، ومن بعد يدير يصور ويصيفط لو غيب ديالو باش لا سوسيتي كتفاليدي لو غيب وما يكونش مشكل. هنا
لو بغيت نضمن ديرو تري كنبريك على غوت وكندير نقدر ندخل لا بنك وحده جوج ثلاثه على شحال ندخل ديال لي بنك اللي عنده بنك بي ام سي عنده بي بي عنده سوسيتي جينيرال يقدر يختار اي بنكه ويدير المونطون ويدير الكود دو فيريفيكاسيون ومن بعد ممكن يفاليدي بيان سور هذاك لو روتري سواء كان 500 درهم ولا هنا كيف ما قلت لكم قبيله شي واحد فينا شرا 530 عندنا واحد الباك داكشي فيه 100 يعني فوا كنكوموندي هذيك الارتيكل اللي بغيت كتافيش لا دات لو تيتر و لا تاي و الفاليداسيون و لو كود دو ليفريزون كتافيش لو كود دو ليفريزون دونك هنا اون فوا لا سوسيتي بيان سور كترونسفيريك هذيك السلعه اللي خديتي اوتوماتيكمون الشركه غتصيفطها لك وغادي تمونس كود دو ليفريزون في الباك اوفيس ديالك باش انت كتاخدو سواء كانت جات لادوميسيل راه كتعطيها لذاك الليفرور سواء كتمشي للامانه كتمشي تاخدها هنا بالنسبه للتوتال ديال لي كان دونك هذا كيبان لكم لي كان ديالكم دونك الشهر ديال لي باغ عندها علاقه بلي كان ولا بالارباح ديال جينيراسيون عندي من بريمير جينيراسيون دوزيام تخوازيام اي كاتخيام دونك عندي 10% 5% 2% حتى 1% ولكن ملي غتلقاو كاع ماتريس فورسي شي حاجة سميتها كاع ماتريس فورسي هاديك كاع ماتريس فورسي عندها علاقة بلاكشيف لاكشيف ولا بيمون داكشيف لي 530 درهم داكوغ هنايا بالنسبة لي روتخي دونك أي واحد فيكم طلب روتخي كيبانو بيان سور ليستوريك ديال لي روتخي دونك طلبتي انا ديجا كانت عندي سوسيتي جينيرال مي حيت قلت احسن تكون عندي البي ام سي او باش يقدر يكون عندي لو فيرمون ديالي اقرب وقت دونك با فورسيمون داروا البي ام سي او مي كيبقى اختياري الا بغيت واحد يدير بي ام سي او باش يكون غتخي اقرب وقت يعني في 24 ساعه يعني سواء كانت ثلاثه ولا الاربع اللي عنده بنك واحده اخرى غيستنى الخميس ولا الجمعه غادي يوصل هنا بالنسبه لي نيوز في لي نيوز اي حاجه غتكون عندها علاقه بلاك شيريتي وباي باي باي اوبسيرفاسيون ولا باي حاجه غادي تكون تكتبوها بيان سور لو ستاف سواء بلاكتيفاسيون دي كونت بحال دابا هنا ديستريبيسيون دي بروفي لاكتيفاسيون دي غادي نبدا غادي نشرحها لكم باش تفهموها مزيان هنايا بالنسبه لي زانفورماسيون دونك اهم حاجه اللي غادي نوضحها لكم كاين بزاف ديال الناس في لو نون لي برينو ما تكتبوش في مثلا فوقيته ما يبغي يدخل لاسكريبسيون ديالو ما كيدخلش لو نون لو برينو وكاين بزاف ديال الناس كي ما كيعرفوش ما تيفرقوش ما بين ديتيليزاتور والبسيدونيم ومن اليوزر نيم راه لو نون اوتيليزاتور راه هو اليوزر نيم دونك كتدخل اليوزر نيم عندك اليوزر نيم ولا باش يتافيش في يعني عندك في الماتريس اللي كتدخل به مع الشركه احسن حاجه ردوا البال لو نو لو برينو ما خصش يكون فيه غلط سيرتو عاوتاني الايميل والنيميرو ديال لاكارت ناسيونال ما خصكمش تغلطوا فيهم دونك اي واحد غادي يدخل الا ما توصلش بلو ليان ولا بالايميل ديال الشركه اللي كيكون فيه لو غيب و تيكون فيه هذاك لادريس لادريس فيها لو روسي دو بيمون واحد يصيفط لو ليان دو باريناج واحسن حاجه حاولوا ان يكون سهل ما يكونش فيه بزاف ديال لي كاركتير ما يكونش فيه هذاك اي كوميرسيال اي كوميرسيال دايره بحال شوب اند هذيك اند وين اي كوميرسيال ما ديروهاش ديروا حاول ديروا شي يوزر نيم سوا بالبوان ولا بتيغي 6 ولا بتيغي 8 ما يكونش فيه بزاف ديال لي كاركتر باش ما تروحوش اشكال ديال ليان دو باريناج كذلك بالنسبه لهنايا كما قلت لكم لو نو اوتيزاتور البارا كيدخل ليميل ديالو لو نو لو برينو السي ان ديالو التليفون والادريس واهم حاجه اللي غادي نشيرها لكم دابا هو الادريس دابا ابارتيغ دو جور دوي ها بيان سور لارتيكل ولا الباك داكتيفاسيون ديالك حاولوا الله يخليكم ديروا لادريس ديالكم اللي غتوصل به الامانه ديالك ولا الباك داكتيفاسيون ديالك دونك فيريفيو لادريس اللي غتوصلوا به بيان سور لو برودوي ديالكم
ما ديروش لادريس بعيد اللي ما تكونش فيها ساكن انت، مي حاول دير لادريس اللي كتقيم اللي كتقيم بها دابا باش تقدر باش تقدر توصل بالامان ديالك. دونك هنايا واحد جوج نقاط غادي نشيرو لكم، دونك كاين دي بريسيزيون وكاين دي كيسيون. بيان سور ترونسبور بالنسبه للباك داكتيفاسيون، ترونسبور لا ليفريزون اي غراتويت من غير الباك الباك ديال بيان سور، من غير الباك داكتيفاسيون. الاخر بالنسبه للاشا بيرسونيل غيكون ناقص 10% ديال التخفيض، هذيك بوحدها وما غيحددو الثمن، سواء كان ديال 300 درهم ولا 400 درهم. هادي الا شرا اكثر من 300 درهم ولا 400 درهم غيكون لا ليفريزون غراتويت، بالنسبه اللي قل من 300 درهم ولا قل من 400 درهم غادي تكون لا ليفريزون بيون. كما كتعرفوا دي سيت ديال الاي كوميرس راه معروفين داكور. بالنسبه للباك داكتيفاسيون لو ترونسبور غراتوي ما كنخلطوش بيان سور لا ليفريزون. هنا بالنسبه للبريسيزيون اللي غادي نوضح لكم، دونك هنايا اهم حاجه خصك هاد واحد الحاجه غادي نعطيها لكم. كلكم غتلقاو في واحد البلاصه اوتيل دو كونفيرونس، غتلقاو السونتر دو دوكيمونطاسيون. الى بغيتو هاد الدوكيمون هذا غتلقاو بيان سور في السونتر دو دوكيمونطاسيون. انا من بعد غنوريكم ممكن تيليشارجيو هاد الدوكيمون هذا وتاخدوه وتخلوه عندكم. دونك هنا اللي غادي نشرح لكم، هنا اي واحد بيان سور مي كيبغي كيخلص لو فيرسومون ديالو، اهم حاجه غادي نقولها لكم، خص ضروري مونسيوني لي زانفورماسيون، خص يدخل لو نو لو برينو لو نو اوتيليزاتور لا سي ان ديالو، ودي المونطون ديال كونتريبيسيون بارتيسيباتيف بشحال، والاكتيفاسيون ديالو 503. دونك انا مثلا غادي نمشي نخلص مثلا 5000 درهم ولا 10000 درهم وزائد 530، غادي نكتب في الميل لو نو لو برينو ديالي والنيميرو ديال ديوتيليزاتور ولا زدت لا سي ان مزيان. المونطون غنكتب مونطون سي بي مثلا 5000 درهم، والاكتيفاسيون ديالي دو بوان 530. كور ديالمون اوتوماتيكمون الشركه كتوصل بيان سور بلي زانفورماسيون ديالك او بي اس جوانت، كاين لو روسي دو بيمون ديالكم باش لا سوسيتي كتفاليدي لو بيمون. ولكن احسن حاجه اي فون ديال الفيرسون ديالي خصني نترونسبيري لو ميل للشركه قبل من 6 العشية. يعني من احسن اي واحد غادي يفيرسي للشركه عندو لو ديلي تيل 6 ديال العشية غيتاكتيفي ليه لو كونت ديالو، ولكن اللي غيصيفط الميل فوق 6 ديال العشية راه ما غيتاكتيفاش ليه، غيتاكتيفي غد ليه. دونك ما تنساوش بان الشركه راه كتخدم لوغيغ ديال لادمينستراسيون. دونك احسن حاجه اي فون فيرسي 4 العشية كتسالي لا بونك، دونك فيرسي ديك الساعات 6 العشية قبل 6 العشية غادي يكون اكتيف. بالنسبه للناس اللي غادي يفيرسي فوق 6 ديال العشية دونك سوا سيرو سيرتان راه ما يتاكتيفاش ليه في هذيك الساعات، ما يتاكتيفي غد ليه. نحاول نكونو بروفيسيونيل بيان سور مع الشركه، نحاول انا اي حاجه الميل اش الشركه درت باش يكون كلشي خاص تكون لا تراسيبيليتي، يعني تكون اي حاجه تكون كنقولها كنكتبها والشركه كتبقى عندها بريف. الى صيفطت انا قبل من 6 العشية وما صيفطت وما اكتيفاتيش الكونت نقدر نتحاسب مع الشركه، ولكن الا صيفطت فوق 6 ديال العشية بيان سور غادي تاكتيفي ليا حتى الغد. داكوغ دونك هادي اهم حاجه اللي خصني نوضحها لكم. بالنسبه لحاجه اخرى اللي غادي نزيد نوضحها، دونك انا بالنسبه للشركه كاين بزاف ديال الناس كيسولوني اسئله ديال ان مثلا شي حد بلاصتي، مثلا انا خدي بلاصمون ولا انا بعيد على البنك ما نقدرش نفيرسي بالنسبه للكونت ديالي، نقدر نكلف واحد السيد سواء ان بارتنير ولا شي واحد اللي يقدر انه يفيرسي بلاصتي. دونك اهم حاجه كما كتقراو هنايا، دونك اي بارتنير ولا اي واحد يقدر يفيرسي بلاصتو، ولكن ضروري في الغوسي دو بايمون ولا في الغيسيبيسي ديال فيرسمون غيكتب لو برينو و اليوزر نيم، لو نو لو برينو و اليوزر نيم، يكتبو في الغوسي، يكتب في الفوق لو نو لو برينو و اليوزر نيم. مي كيتوصل الستاف في الغوسي كيشوفو اليوزر نيم ديال هاد السيد كيأكتيفي في الكونت ديالو. داكوغ دونك هادي بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة باش يقدرو يديرو فيرسمون. و أحسن حاجة لي نقدر نوصل ليكم ايفيتو لو فيرمون،
حاولوا ديروا فيغسومون، ما ديروش بالنسبه للفيغمون راك تعطل 48 ساعه. دونك لا درتو الفيغمون من الكونت ديال حد بغى يدخل ودار فيغمون من الكونت ديال الكونت ديال الشركه، الكونت ديال الشركه ما غيوصل لها الفلوس من بعد 48 ساعه. دونك ما غيبان عندها في الكونت ديالها، واخا غادي يدير روسي وغادي يصور وغادي يسيبطو الشركه، مي الشركه باقا ما توصلش بالفلوس. يقدر يكون ان روجي، يقدر مثلا يكون شي ايرور ديال مثلا ديال السيزي، اي حاجه تقدر توقع. دونك احسن حاجه ديروا ان فيرسومون، يعني شد الفلوس وحطهم في لابونك باش تقدر يدوز لك لاكتيفاسيون دون لو ديلي. داكوغ، دونك هذه اهم حاجه اللي خصكم تعرفوها، خصكم ديروها باش ما تطيحوش في اي اشكال. بالنسبه لي زارتيكل كما قلت لكم على لا ليفريزون، نعطيكم لا ليفريزون. بالنسبه لارتيكل ديال اس دبليو ان مود، بالنسبه للباك داكتيفاسيون اي ليفري سو 7 جور اوفرابل، وكما قلت لكم لو كود ديال ليفريزون اي انديكي سور فوتر باك اوفيس. دونك بالنسبه لا ليفريزون احتمال يقدر يكون لا ليفريزون ا دوميسيل، ويقدر يكون لا ليفريزون via l'AMENA. Donc, moi, le délai réglementaire en 7 jours ouvrables. D'accord? Donc, principal, mentionner le prénom et le nom d'utilisateur ou la username d'IA. بالنسبه لي كيسيون، دونك هنايا اي واحد عنده شي كيسيون هادشي دون لو كادر ديال لا بريزونطاسيون ديال الناس اللي كيطرحوا لكم، اي حاجه تسولكم عليها، شي حاجه ما فهمتوهاش في لو سيستيم ممكن تسولوني باش نقدر نبارطاجي معكم بيان سور لي ريبونس. سيسلك لك عندك شي سؤال تفضل. اينيفير سي بن موسى سي حسين، تحية لكم سي كمال سي حسين. دونك ان شاء الله بالنسبه لهاد لالا سميرة، لالا حنان، سي محمد امين علوش، سي هشام بشري، سي رشيد، سي مروان، سي نجيب، لا لطيفة، سي رشيد، سي خالد، سي القراقي، لا سمية، سي بن موسى. أي واحد عندكم أي كيسيون عن الإشارة ديالكم وأي حاجة ما فهمتوهاش مرحبا. بالنسبة لي فيرسومون باش نجاوبو على السؤال الأول، دونك لو فيرسومون نقدر ندير فيرسومون في الكونت ديال الشركة، كندوز الانسكريبسيون ديالي اترافير هذوك لو ليان ديال باريناج اللي كيعطيني السيد اللي يشرح لي الفكره، وكان فيرسي بيان سور لاكتيفاسيون ديال 530 زائد المونطون اللي بغيت نفيرسي مع الشركه. كنشد هذيك الروسي وهذاك الروسي كنصيفطو في واحد لادريس اللي سميتها بيمون، دونك بيمون اروباس شوب تيغي سيس اندوين بوان كوم. دونك هاد لي زانفورماسيون ديال الكونت ديال الشركه ولو لادريس اللي غتصيفط فيها الروسي، غتصور واتساب بيان جوان، غتلقاه في الميل اللي غيوصل لك بعد ملي غدير الانسكريبسيون غراتويت مع الشركة. وي سي مروان تفضل. حد الله يخليكم، اللي ما حدوا لي السؤال حيت السؤال ما تيكونش واضح، دابا خليكم معايا. سي مروان ما تسولني دابا تسول سي خالد، لوغسكو فو ديت ان اكتيف اسكو فو بوفي بينيفيسي دي كوميسيون دي باريناج دو لا ماتريس. الله يخليكم، نسولكم سي خالد كيسول على ان لا كنتي ان اكتيف واش تقدر توصل بليكسيون. بيان سور لا، دونك الحاجه الوحيده اللي غادي نوصل لكم الا كنت ان اكتيف، جوج حوايج نقدر توصل، حاجه واحده اللي نقدر نتوصل بها ولا جوج حوايج نقدر نتوصل بهم، غنتوصل بلي بارت اللي شريت الخلاص اللي ديال لي بارت اللي كنتوصل بهم، ولاكشيف ديال الناس اللي كيتقيدوا معايا. ولكن ما غنتخلصش على لي جينيراسيون ديال 10% 5% 2% 1%، وما نقدرش نخرج فلوس ديال لي روتري، وما نقدرش ندير الغشه الكونتريبيسيون بارتيسيباتيف، ما نقدرش نعاود ندير مساهمه تضامنيه بهذوك الفلوس اللي كنجمع اللي بغيت نشري بهم دوتر بار.
ولكن لي بار لي شريت نقدر نتخلص فيهم. ما فهمتش السؤال ديالك سي موال. دوك ديال الاعياد اللي ما كيدوش فيهم ارباح شحال تقريبا؟ ما شنو نقول لك، ايام ديال العيد بيناتهم، ايام ديال العيد ما كنتخلصوش فيهم. هذوك الشركه ما كتكونش خدامه، حنا ما كنكونوش بيناتهم، حتى حنا ما خصناش نكونوا خدامين. الاعياد راه الانسان تيكون جالس، دونك ما تيكون فيها حتى شي فونت، ما يكون فيها حتى شي اشا، دونك حتى شي حاجه من غير حاجه. حتى كيما قلت لكم كاين ساندي، وكاين من غير ديموش اللي غيتزاد ان شاء الله من بعد، اللي غيكون بوان دو فون. وبالنسبه للسي وي ديما لاكتيف غيكون دو موا، دونك لاكتيف شاك دو موا. هذا شي تان سيستيم شركه دايره فيه دو موا 530. دونك شي سؤال؟ دونك كاين الناس اللي كيسولوا، بقوا معايا. سي عبدو قال لك واش تقدر الشركة دير شي دعم؟ ما فهمتش السؤال ديالك، شنو بتقصد السؤال ديالك سي عبدو؟ بالنسبه للاكتيفاسيون، باش فهموا، بالنسبه للاكتيفاسيون ديال 530 حاليا ما نقدرش نديرها من الارباح ديالي. دونك ضروري خصني نخرج 530 درهم ديالي، ندير غوتخي باش نخرج فلوسي عاد نمشي نفيرسي للشركه. ولكن ان شاء الله الشركه ملي غتكمل لو سيت لي زونشير مازال، وغادي تكمل البلاتفورم ديال السيت الجديد اللي هو ديال خاص باللي تختيك اللي غنبداو نشريوها من بعد هذاك لو سيت، الشركه غادي تزيد لو بيمون اونلاين. كيفاش البيمون اونلاين؟ اي واحد يقدر يخلص بلا كارت ديالو هذيك 530 درهم. دونك ديما 530 درهم كتشريها بيان سور من الارباح ديالك، ولكن خصك ضروري تشري فلوسك باش تقدر تخلص، باش تولي اكتيف مع الشركه. بالنسبه للسي مروان بيان سور، بالنسبه لديك 25 بار ضروري كتبقى في كل باك، حيت باش ما تقتلش لي باك اللي شختيتي نهار الاول، باش ما تبقاش في الباك واحد ولا في الباك جوج. دونك ضروري تخلي 25 و 25 ملي كتخليها في الباك اخرى كتربح فيهم من 120% حتى ل 145% حتى ل 150%. دونك ما عمرك ما غادي تخسر فيهم، دونك ديما كتربح، حتى البورسونتاج ديال لو كان ديك غادي كيطلع. بالنسبه للاشا اوتوماتيك ما غاديش يكون، دونك هاد الاشا اوتوماتيك كعرف حنا في كنحاول نتادبطو مع لا مونتاليتي ماروكان. دونك انسان ضروري غيشري بيدو مانيوالمون باش يعرف شحال غيشري وشحال بغا، باش ما يكون حتى شي غلط. دونك من الاحسن كيبغي يشري ممكن تكونفيرمي عليه، تقول له اسكو فوزي سور داشتي لي باغ، تقول واش سيغ وتبريك اوكي، يعني ماشي غير تبقى الاولى واش غير باغي تشري ولا ما بغيتيش تشري. بالنسبه للمنفاس واخا ما عرفناش الاسم ديالكم، بالنسبه لكيف معلومه ديال ان واش الحلال ولا الحرام، القضيه ديال الحلال ولا الحرام، باش نوصل لكم واحد المعلومه. حنا في المغرب ساهلين نحرمو دغيا دغيا كلمه حرام نقدر نخرجوها، اي حاجه ماشي هي هذيك حرام، واي حاجه تنقولوها خصنا نقدو بها. دونك القضيه ديال الحرام ولا الحلال، فوقاش غادي يكون حرام؟ ثاني حاجه اذا كانت شركه ان اورغانيزم فينونسي بحال السيستم ديال البنك، كنحط فلوسي في البنكه كتعطيني ان تو فيكس، مثلا حددت معايا 5% ولا 7% في عام، يعني حددت لك المده وحددت لك الفلوس. انت هنا هنايا داخلين على اساس بالشركه باش كنساهموا معاها باش كتطور المنتوج ديالها، والشركه كتعطينا التقاسم الارباح اللي هي متغيره على حسب الارباح. اوزقو كناخذوا الارباح الحمد لله في الديمارار كاين بورسونتاج طالع، والشركه غدير مبيعات وما تخلطوش من بين الحوايج ولي برودوي. الحوايج ماشي هما لي برودوي، الحوايج راه عندهم ماليهم، كلشي كيشري الحوايج، مي باغ كونتخ لي برودوي كتلقى صعوبه في البيع،
تقلب على الحاجيات ديال الناس، واش باغي يشري ولا ماشي يشري، من الحوايج عندهم ليهم. والشركه كتعطيني الارباح متغيره في البورسنتاج. وتاني حاجه اخرى، المده ماشي محدده، راه ما قلناش لك يعني في ظرف 50 يوم عندك 3% كل نهار غادي تخلص كذا 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 كذا. شركه كتقول لك تربح فلوس، كاينه شهادي كتحط فلوس باش الشركه كتعمل المنتوج ديالها وكتبيع لك واحد الارتيكل اللي كتب 530 وكتعطيك تقاسم الارباح بحال السيستم ديال الوداديه. الا كنت كتعرفوا السيستم ديال الوداديه غادي تكون لو ميم برانسيب. داكوغ؟ دونك خليكم معايا باش نقول الله يخليكم، غير باش واحد كلشي تيكتب غير باش نقدر. وي كما قلت لكم سي خالد، بالنسبه لي روتري لي بلافوني 20 درهم. دونك 20 درهم اول شركه لك تعطيك الحق انك تخرج 20 درهم في السيمانه، واضعف اضعف اضعف ايمان تقدر تخرج 500 درهم. السي مروان باش نقدر نوصل لكم الله يخليكم، باش نشوف باش نشوف متناسقين في المعلومات. بالنسبه للسي مروان، بالنسبه للارباح كما قلت لك متغيره، يعني كاين واحد لا مويان اونتر 0.5% حتى 4%. بالنسبه ان تقدر تكون مزاد، ممكن يزاد يعني سوق الشركه مي غادي تحقق واحد المبيعات كبيره، طبيعي ما تعطيكش 4%، ولكن تعطيك 5%، تقدر تعطيك 6%، ولكن تقدر يكون احتمال ده. يعني حنا كنعرفوا البورسونتاج اللي غادي يكون بيان سور لا مويان على حسب الشفره تاع ديال الشركه، ولكن يقدر يتزاد ويقدر ينقص. دونك حنايا لا مويان اللي شريتي اللي قلتيها دابا اونتر 0.5% حتى 4% اللي كنشوفوها دابا في السيستم، جات 3.01 ولا 0.2 وجات 0.9 0.9، ولكن ديما الباك 1 والباك 2 تيكون كبار حيت كلشي كيبدا فيهم في الاول، ماشي بحال الباك اخرين الباك 4 والباك 5 الناس ولاو كيوصلوا لهم. بالنسبه للسلسلات، بالنسبه للحوايج كما قلت لك الشركه كتلعب على الجوده والثمن. اوكي، وحنا المغاربه عزيز علينا شي حاجه كاليتي ورخيصه. باش نسلك واحد النقطة، ما غاديش نشد انا جين ولا شوميز ديال 1000 درهم وغنقارنها مع البرودوي ديال الشركة. الشركة غتلعب لك على الثمن وغتلعب على لا كاليتي. بيان سور ملي غنمشي انا للسويقة وغنتغدى غنلقى ديال الشركة احسن ديال السويقة، وعافر اش كنشري. حنا براسنا ملي غادي نشوفو الشركة كدير واحد البخيم ديالو كاليتي، راه كلشي فينا غادي يتغدى بناقص 20%. بالنسبة دونك هذا السي خالد، دونك هذا هو لو سيستيم. ما نقدرش نقول لك الا كان شي اقتراح من عند لي فونداتور، مع لا سوسيتي، ان اي كومبوند لي حد الان اللي هو بلافوني سي 20 درهم السي خالد. دونك هذا هو البلافون. كون كان شي حاجه اخرى نقدر نقولها لك، ولكن لو بلافون اللي كاين حاليا هو 20 درهم. معليش نزيد عليكم دونك شكون اللي بقاو معايا؟ ها اللي مرحبا سي خالد، حر اي وقت. دونك حاجة اخرى، دونك باش نشرح لكم واحد النقطة ديال لو شيفر دابير. دونك شيفر دابير حاليا ديال الشركة كيجي من لي برودوي اللي كتبيع لنا في لاكشيف. دونك بيان سور كتخلي لو شيفر دابير ديالها النت، باش تفهمو. دونك الشركة كتشد لو شيفر دابير النت وكتضربو 100% باش كيعطي البورسونتاج، تقسمو على كونت، سوا كيديرو عاود شراء
جديد اللي داروا في ذاك النهار. دونك ديك الساعه الشركه كتشد لو نيت وكتضربو ب 100 وكتقسمو على توتال ديال لي بو ديال السي بي اللي كيدخلوا، كيعطيكم ان بورسونتاج. وكل باك عنده شيفر دافير، الباك 1 شيفر دافير ديالو بوحدو، الباك 2 شيفر ديالو بوحدو، الباك 3 حتى بالنسبه للباك الاخرين كل واحد وشيفر دافير ديالو. داك الشيء كتلقى البورسونتاج كيختلف ما بين باك 1 باك 2 باك 3 باك 4. ممكن علاش كاين 2.2 2.2 كتلقى بعض المرات 1.1، يعني ما تنساوش راه 2.6 من بار ديال 100 درهم. ولكن كاملين كتلقاو 2% في باك 3، 2% من باك ديال 300، من بار ديال 300 درهم، ديال 300 درهم. دونك كل باك عنده شيفر دافير ديالو. دونك ها هي الصيغه عطيتها لكم لا فورميل، ان الشيفر دافير اللي كتغيالي ديال الشركه في لي فونت في هذاك النهار، ولي فونت ملي كيجيو من لاكتيفاسيون. لاحظوا دابا لي برودوي اللي عندنا في الشركه ديالها، تخلي لو نيت وكتضربو 100% وكتقسمو على توتال ديال لي ديبو بالنسبة لكل باك و شيفر دافير ديالو. دونك هادو هما اللي كان عندكم شي كيسيون. ما حد بقى لا سال دو كونفيرونس. بيان سور بازال ان شاء الله غادي نديرو دوتر فورماسيون اون لين باش نقربو بيناتنا ان شاء الله المسافه شويه، حيت كل واحد فينا مدينه، يعني صعيب باش نقدر نتلاقاو كل مره. الحمد لله هي كتوفر عندنا واحد الانترفاس، واحد لابليكاسيون اللي نقدروا نخدموا بها ونقدروا نقربوا الفورماسيون ديالنا ونوضحوا جميع الافكار، جميع النقاط اللي هي اللي كتشير في النجاح ديال كلنا ديالنا حسب مع شوب اندوي. ممكن تدخل بأكثر من باك مروي. دونك لا دات اكزاكت دو لا ليفريزون، دونك لا دات لي دايرين بيان سور كيما شفتو لي زارتيكل لي دات الشركة في لاباج فيسبوك. دونك لي زارتيكل يعني سون بريفي ان شاء الله في هاد لا سيمين غيتحطو في الباك اوفيس. اون فوا غادي نكوموندي عندي 7 جوغ اوفرابل باش كتوصل عندي لا كوموند ديالي. كذلك السيسلاك، دونك بيان سور 5000 درهم كتساوي 50 باغ في الباك 1، ومن ثم من الارباح ديالك اللي كتجيك يوميه تقدر تشري فيها في الباك 2. دونك لا عندكم شي سؤال لاله حنان؟ دونك بالنسبه لاكتيف، كما قلت لكم بالنسبه لاكتيف نقدر نتخلص لي بار ديالي، ولكن ما نقدرش نشري بهم لي بار اخرين، وما نقدرش نخرج فلوسي، وما غنتخلصش على لي جينيراسيون ديال ليكيب اللي كانت عندي ايكيب، ما نتخلصش على الارباح ديالها في الشراء ديال التضامني ديالهم. ولكن تقدر نتخلص في لي بار اللي كيدخلوا ليا كل نهار، وغنتخلص بيان سور في لاكتيفاسيون ديال كل واحد كيتقيد معايا، ولكن ما نقدرش نخرج فلوسي، ما نقدرش نعاود ندير بهم مساهمه تضامنيه، وما نقدرش نعاود نتخلص على ليكيب ديالي الا ما درتش لاكشيف ديالي. ماشي سلا. دونك دي زيفينمون ان شاء الله غيكون ايفينمون كبير، غيكون ان شاء الله ان ايفينمون مازال ان شاء الله لا سوسيتي خدام على هذا الايفينمون ان شاء الله اللي غيكون ناويين ان شاء الله يديروه في شهر 4. ولكن ضروري غيكون ان تشالنج اللي يقدر يدار البدايه ديالو في شهر 3. يقدر يكون شي يقدر يكون ان فواياج، يقدر يكون في بزاف حوايج ان شاء الله. هاد لو تشالنج غيقدر يبدا في شهر 3 الحمد لله. باش نقول لكم شنو كاين، راكم داخلين بارمي لي برومي، راه تقريبا 300 واحد راه كيف والو. الا جيت نقول لكم 300 واحد في المغرب كيف والو. شحال واخا كتشوفوا شركات
بزاف ديال الشركات اللي كدير التسويق الشبكي ولا كدير الاستثمار ولا كدير بزاف حوايج، مي اون توتاليتي في المغرب يلا وصلت تقريبا مليون، الى وصلت بيان سور ديال لي بارتنير ولا لي بيان سور الاعضاء. مي الحمد لله انتوما داخلين 300 الشركه، باقا ان شاء الله نكبروا معاها. يلا كتقطع الميكا كيف ما تنقولوا، ما كاينش نحكم عليها انا في 15 يوم ولا في شهر ولا في شهر ونص، دونك ضروري كها الحمد لله كاينه استمراريه. الشركه كتحاول تفوق باش انها دير لي برودوي ان شاء الله في الوقت زعما الراهن. وحاجه اخرى اللي غادي نوصل لكم، الناس اللي غيتقيدوا من بعد راه يلقاو كلشي واجد، يلقاو لي برودوي واجدين، يلقاو السيت واجد، يلقاو الامور كلها واجده. حنا راه بدينا مع البدايه بيان سور، باش كنبدا مع الشركه في البدايه لافونتاج ولا المزايا ولا الهدف ما يكونش دابا، غيكون من بعد. دونك هاد التغيرات اللي كتشوفوا دابا كل مره راه ماشي حيت الشركه يعني ما بغاش صعيب عليها باش تحقق، نو، الشركه كتخلي لنا شويه ديال الوقت باش انها كتصيب لي برودوي يكونوا دو بون كاليتي. الشركه اش كتاخد الوقت باش تصيب لي برودوي دو بون كاليتي، وثاني حاجه باش يكون السيرفيس مزيان. دونك الشركة ديجا انها مستعدة انها باش تخدم على لي برودوي وتعطينا دي كان كل نهار اللي يكونوا في مستوى واللي غادي تجاميع. وتاني حاجة من بعد ان شاء الله دوك الناس الجداد اللي غيتقيلوا غيلقاو لي زارتيكل واجدين، غيلقاو لي برودوي واجدين، من بعد يقدر يلقاو بوان دو فونت واجد، غيلقاو بزاف الحوايج يقدر يشربوهم. فوالا، بالنسبة للقطاعات ما كاينينش. علاش قلت لكم انايا بيان سور لا سوسيتي اللي اكزيست الداخله، دونك كاينه في الداخله على ان ما كاين لا قشيطه على والو. كيما كتعرفوا الداخله ولا الجنوب كاين تكون لابيل بارادي فيسكال، يعني كيكون اعفاء من الضريبه. يعني لحد الان ما كاين حتى شي قانون ديال الجنوب، ما لا كان دار شي قانون من بعد، يعني حنا ما عالميش بالغيب، ما نقدرش نعرفوا فوقاش يدار القانون. مي حاليا بوغ لو مومون ما كاين حتى شي قانون اللي كيحيد لك بيان سور على القطاعات ديال الارباح. بالنسبه لي زارتيك ان شاء الله راه كل واحد غيدوموندي لو باك داكتيفاسيون ديالو باش توصل لي زارتيك. كما قلت لك السي مروان بان لاكشيت ما كيدوش من لا بالونس، انا ديجا شرحتها، دونك ما كيدوش لا مخصك تيري بيان سور الفلوس ديالك باش كدير لو فيرسمون، وان شاء الله السوسيتي راه تسهل علينا شويه الخدمه باش يكون ان بيمون اون لين. اللي بغى يخلص شويه بلاكار بغى يدوز 530 درهم ديالو، من بعد ان شاء الله اي فوا تكمل السيت فيه المزاد سير انترنيت وتكمل البلاتفورم ديال لاشا اون لين اللي بغى يتقدا شي حد لو برودوي، هذيك الساعه تدخل لو بيمون اون لين باش اي واحد اللي بغى يمشي يدير لاكتيفاسيون ديالو سواء ديال شهرين ديال عام ولا ديال 4 شهور ولا ديال 6 شهور شحال ما بغى، المهم يعني بغى يدير لاكتيف ديالو. نو بالنسبة لي ترونسفير نو ما كاينينش، ما كاين علاش غادي دير ترونسفير اصلا اصلا اللي لاحظتوا يعني كاين الدرهم المغربي، يعني كاين الدرهم، يعني لا سوسيتي كتعطيك ديكان بالدرهم، ما كاينش هاد القضيه ديال ترونسفير باش تا سوسيتي تحمي كل واحد الاعضاء ديالو، كل واحد عنده كونت ديالو باش تكون لا سيكوريتي. الترونسفير فيه بزاف ديال المشاكل، كيكون ما كتكونش فيه لا سيكوريتي، دونك من احسن نتفاداو هاد الترونسفير، كل واحد عنده كونت ديالو اللي يقدر يجيري باش هو كيمشي مطمئن، وتا واحد ما يقدر يتسس على الاخر ولا تا واحد يقدر يعرف شنو عند كونت شنو عند داك السيد الاخر. وي دونك العملة ديما غتبقى بالدرهم. دونك بالنسبة للناس اللي كيسولوا على باريناج ان انترناسيونال، حاليا ما غيكونش باريناج ان انترناسيونال. كيف ما كتعرفوا في المغرب الدولة مطبقة قانون انك ما يمكنكش تخرج فلوسك، ولكن ممكن تدخل فلوس. دونك تخرج فلوسك يعني عندك في العام ما تقدرش تفوت 50 ألف درهم، يعني الشركة باش تخلص لبارتنير برا وعارفة بانك تخرج شريك في العام 50 ألف درهم
ماكلش دونك ضروري من بعد ان شاء الله ان فوا نوقف البروجي في المغرب ويقف على رجليه وتمشي الامور مزيان ويدار بوان دو فون وتولي امور مزيان ديك الساعات ممكن شركة انها تلقى شي سوليسيون دو بايمون برا وديك الساعات نفتحو معاك بيان سور مارشي انترناسيونال دونك نتكونسونطراو بيان سور على المارشي الماروكان ومن بعد ان شاء الله هذاك الساعات غادي نديفلوبو لك شي فيت ان انترناسيونال العملة ديما غتبقى بالدرهم والمغاربة كيموتوا على الدرهم دونك احسن حاجة تخلي لهم الدرهم احسن شي عملة واحدة اخرى ان شاء الله دونك باش ما نطولش عليكم دونك بيان سور غادي هذا هو لا فان ديال الميتين دونك ان شاء الله كيما قلت لكم نتمنى كنت في حسن الظن ديالكم ونكون وفرت لكم واحد المعلومات اللي غادي تكون يعني بالنسبه لكم مهمه وغادي تزيد بكم القدام. احسن حاجه اللي غادي نقولها لكم بقاو برونشي بعضياتكم بقاو كونيكتي مع البارين ديالكم واحد باش انفورماسيون يستفر يعني اي واحد يقدر يستفر وكنا نكونوا راسنا صغار باش نزيدوا قدام الشركه يلا البداية ديالها مثلا خدامة إن شاء الله باش تطور المنتوج ديالها غيكون لي تارتيكل غيكون إن شاء الله النجاح. أحسن حاجة غير الاستمرارية والصبر راه حنا كنلاحظوا بأن الصبر ما بقاش وكنحاولوا نصبروا واحد الشوية وإن شاء الله راه كلشي غادي يجي بخير والحمد لله يعني كلشي ملي غيكون كلشي هذاك الساعة يربح هذاك هو الفضل. الله نشوفكم مرة أخرى في لا فورماسيون اللي غادي تكون السيمانة الجاية دونك اي حاجه احتاجتوها تلقوني في فيسبوك بدر اس ا ولا كان التليفون ديالي دونك اي حاجه مرحبا بكم واسمحوا لنا لعبناكم بقبيلات راك عارف الانفورماتيك شويه صعيبه علينا وان شاء الله غادي تكون ان شاء الله السيمانه الجايه السيس لك. دونك كي جاتكم بيان سور كيف جاتكم لا كونفيرونس باغ مزيانه ولا دونك نصحو بقا نديروها ان شاء الله مرة داكو سي بون دونك الله يسخر لكم الامور ومرحبا بكم في اي وقت واتحاد القوة وان شاء الله غادي نزيدو قدام والله يسخر لكم الامور وكل واحد يخدم غير بشوية وبالعقل وما تقلبوش على لارجون فاسيل قلبوا على نضربوا شوية ديال التمارة نصحوا الناس ونوصلوا لانفورماسيون تكون صحيحه وسوا سير سيرتان لكل مجتهد نصيب دونك اي واحد اللي كيجتهد راه غادي ينجح ان شاء الله. والسلام عليكم وليله سعيده والمسامحه مره اخرى بارك الله عليكم.